السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده مع تلبو شو وتذوق الفاكهه الغريبه في ماليزيا. طبعا قبل ما ندخل في الحلقه عايز اقول لحضراتكم ان احنا في قناه تلبو بنعمل محتوى امن للاسره، سواء بقى كنتوا هتيجوا ماليزيا مش هتيجوا عارفين ماليزيا او ما تعرفوهاش، المحتوى هيناسب جميع الناس. احنا بنعمل محتوى عشان الاسره تقعد تتفرج عليه وتبقى مرتاحه ومبسوطه ومبقاش فيه اي حاجه تقلقوا عليها وانتوا بتتفرجوا مع اطفالكم، وعشان كده دايما ادعمونا بالاعجاب عشان الفيديو يوصل لاكبر شريحه من الناس، وشاركوه في جروبات الاسره ومع اصدقائكم واصحابكم وانتوا مش قلقانين. ومصعد النهارده بعافيه شويه فمش هيطلع معانا وهنتحرم من افهاته العجيبه، ولكن النهارده انا جايب لكم مجموعه من الكنتالوبات. مجموعه الكنتالوبات اللي حضراتكم شايفينها، الكنتالوبات دي من فصائل القرع، وبعدين وانا بقرا شويه معلومات عنها عرفت حاجه كده خلتني اسمع في الباك جراوند كده نشيد يا بلادي يا بلادي، لاني عرفت ان الفراعنه كانوا من اوائل الناس اللي اكتشفوا مش القرع، لا اكتشفوا البطيخ دوت اللي هو البطيخ والكنتالوب والحاجات ديت، وبعد كده بدا ينتقل بقى لبعض الحضارات الاخرى. يعني قد يكون هذا المقال متحيز، ولكن على كل حال انا كمصر فرحت ان احنا اكتشفنا البطيخ. الحاجات ديت من فصائل القرعيات، وهم عندهم انواع كتيره. عندهم النوع ده نوع كده بيسموه هاني، مش عارف الديم دوت او نوع من ده كنتالوب، خلونا نقول ده كنتالوب، لان انا برضه حاولت افهم كتير عنه ودورت في النت المعلومات كانت شحيحه. الاصفر خاص ده بيسموه هاني حاجه، هاني ديم او ودوت، في منه يعني انواع بتتزرع في كذا مكان في امريكا وتتزرع في الصين وتتزرع في عده اماكن، وفي النوع دوت اللي هو ابيض. بس خدوا بالكم النوعين دول القشره ملساء جدا فيهم، عكس دوت تحس انه ده المرار على ما تزرع، يشبه الكنتالوب اللي عندنا في مصر اللي هو يعني جلده زي مخربش كده وغريب. وفي الاخر في كنتالوب كانت مشروع بطيخ وفشل، يعني بصوا حجمها كبير جدا وكنتالوب، وما اعتقدش ان الكنتالوب دوت ماليزي، يعني انا برضو ما لقيتش كان مكتوب عليه انه من اي بلد، غالبا في ماليزيا بيكتبوا الاماكن. لكن بالمناسبه الكنتالوبات كلها اللي انا جايبها ديت او الكنتالاليب ديت كلها بتتباع متقطعه كده. ماليزيا عندهم موضوع ان ممكن يقطعوا نص فاكهه ربع فاكهه زي اوروبا كده، يعني عكس عندنا في مصر بتخش تشتري 5-6 كنتالوبات عشان تجيب لك 3-4 كيلو، لكن الوضع هنا مختلف. خلونا بقى نبدا في عمليه التذوق لهذه الكنتالوبات. طيب هنبدا بالكنتالوب دوت لانه نوعا ما سايق السمعه الصراحه، يعني انا كنت بشوفه دايما ومش بستسيغه، فاحنا هنقطع كده. انا طبعا هسهل الدنيا على نفسي لان هو كنتالوب ببذره، انا حاولت اجيبه اوريجينال لحضراتكم يعني من غير ما افضل بذر ولا اي حاجه، اجيبه زي ما طلع بزرعته. فنجيبه كده ننزل البذر منه. طبعا الحته اللي بقى فيها البذر دي دايما بتبقى اكتر جزئيه مسكره في الكنتالوب. اهو قطعت منه قطع ووقعت، بس خلينا ندوقها. بسم الله. طعمه كنتالوب، يعني طبعا انا كتبت قصائد قبل كده في الكنتالوب بتاع مصر لان هو ريحته جميله جدا وطعمه روعه، فده طعمه كنتالوب باين ولو كانه مش مسكر قوي، بس طعمه جميل يعني ما طلعش سايق السمعه ولا حاجه. بس انا كنت بدوقه ساعات من بره من المحلات متقطع ما كانش بيطلع احسن حاجه، فلا الكنتالوب اللي هو البهتان البهتان ابو جلد عيان واملس كده، ده طعمه وطريقه جميل. ناخد اللي بعد كده الاصفر ده، وده بيقولوا عليه ميلون، يلو ميلون او ميلون يلو، فبيعتبروه بطيخ، بيعملوه على ان هو بطيخ. فهنشوف بقى ايه البطيخ في الموضوع. برضه قطعته اهو. انا يعني بصراحه كانت خطتي ان لو ما طلعوش حلوين اخدهم اقطعهم مكعبات وعلى الفريزر واعمل منهم عصير بقى واحط عليه اللي انا عايزه. ده شكله بطيخ يعني بيتقطع بصعوبه. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا عشان السكينه ما ترشقش فينا بس لا قدر الله. بسم الله. اصفر كده عامل زي الشمام بتاع مصر، وطعمه والله جميل بصدق، والله في ريحه حاجه كده زي الكاوتش بتاع الكوت، عارفين العجل العجل بتاع العربيات الفور باي فور، في ريحه كده جايه من بعيد كده، في ريحه حاجه بس بس انا شربت له عصير قبل كده فيه الطعم ده، فلا بس طعمه جميل والله. يعني الاثنين دول انا ما توقعتش ان يطلعوا كده، عشان كده كنت خليهم الاولانيين لكن فاجئوني. طيب اذا انتوا بقى جدعان قوي كده نجيب بقى اللي هو المتعذب ده. وبصوا هقول لكم على حاجه، الكنتالوب ده في منه هنا في ماليزيا بيتزرع ياباني في مزارع، بيتعمل وبيتباع بيجي من اليابان ساعات، وساعات بيتباع هنا وبيتصدر لاماكن تانية. هو اعتقد الثمره نفسها او البذر بيبقى جاي من اليابان،
بيعملوا له ايه؟ بتلاقي الواحده بتبقى ب $40، دي طبعا مش ب $40 يعني، اللي انا دول كلهم متوسط اسعارهم ما بين 5 رينجت 6 رينجت 10 رينجت او 11 رينجت كده. فديت في منها اللي بقول عليه بتاع اليابان ده بيجيبوا لك بصدق يعني، بيقعدوا يهتموا بيها ومزارع وصوبات صوبات كده زجاجيه، وبيقعدوا يعملوا فيها يزرعوا فيها وتطلع شويه بشويه شويه بشويه لحد ما بتوصل لحجم معين، يبداوا بقى يعملوا لها مساج ويشغلوا لها موسيقى وعش كام بيبقى $40. فطبعا دي شكلها لا سمعت موسيقى ولا حاجه، دي شكلها كانت على الطريق الدائري مثلا زي عندنا في مصر كده وشققت من شده صوت العربيات. لا اعتقد ان دي لا اتعمل لها لا مساج، بص شكلها لا مساج ولا موسيقى ولا حد اصلا كان بيسال عنها، لان كان سعرها 7 رينجت يعني، كانوا بيسمعوها موسيقى ايه مهرجانات يعني. فخلونا ناخد كده من النص ونشوف. بسم الله. طبعا اللب ده احنا في مصر بناخده ونروح قليينه يعني، بنحمصه وملح ونقعد نسهر عليه بقى وناكله. نفس قاسي برضو زي الميلون الصفرة، وصاحي زي البيضة البهتانة وقع كده اهو. خلونا كده بسم الله. لا ده بيسمع مهرجانات فعلا. طعمه فيه لازق فيه كنتالوب كده، ساعات بجيبه من مصر بقى فيه طعم كده يعني، بيبقى كنتالوب بزياده يعني، بياكد انه كنتالوب. انا كنتالوب يا جماعه. فده بصراحه اللي لاحظته في طعمه، مش عارف اوصف الطعم، طعم الكنتالوب اللي احنا عارفينه او الشمام حتى في مصر، بس تحس ان هو يعني في تاكيد كده في الطعم يعني غريب. فتخيلوا ان الاثنين الاولانيين احلى منه سنه. ناخد بقى مشروع البطيخ الذي فشل واصبح شمام، ناخده ده ندوقه برضو. بسم الله. الله اكبر. كلهم مش طريين في التقطيع يعني، نزل خد لب من تحت. كان من زمان نفسي ادوق خيار مسكر. يعني هو مسكر 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 ما شاء الله جامد، لكنه طعمه يعني مش تحسه خيار. لا جميل بصراحه، جميل. ده احلى واحد فيهم على الرغم ان ما فيهوش طعم الكنتالوب باين قوي. وانا اعتقد انا شفت منه، ما اعتقدش ان هو دوت، لان الثاني كان اغلى بكتير اللي هو بيجي من استراليا. لكن دوت سعره 11 رينجت وهي وزنها تحسوها نص كيلو مثلا ولا حاجه، فده الاحلى. وبعد كده يجي بعديه اللي هو بقشره ناعمه الاصفر والبهتان، وبعد كده يجي الشقيان اللي هو مكرمش خالص. لكن بصراحه انا ترددت كتير ان اعمل تجربه الكنتالوب دي، لان كنت حاسس ان هو مش حلو خالص. كنت باكله احيانا من بره اللي هو الابيض ده بالذات، لكن لا التجربه دي هتخليني اشتري كنتالوب بعد كده. دي كده كانت حلقتنا النهارده مع هذا الكنتالوب الشقي. وان شاء الله تعالى هنعمل تجارب تانية الفتره الجايه، برضو هنجيب بعض انواع الفواكه اللي ما جبناهاش قبل كده في القناه خالص، ندوقها ونتعرف عليها اكتر، وندعي المسعد كده ان صحته تبقى كويسه عشان كان ياكل من الكنتالوب ويتلذذ من هذا الكنتالوب الجميل. لا تنسوا عمل اعجاب والاشتراك في القناه، واراكم فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.